يلا بينا نشوف التأخيرات اللي هتعملها رايت في ماتش 13/13 واللي هينزل يوم الاربعاء 28 باذن الله. واللي هنلاقي ان معظم التغييرات متركزه على الايديسيات والجانجل. اول حاجه هتتغير معانا وهي الجوست. واللي هنلاقي ان معظم الايديسيات في الوقت الحالي بيلعبوا بجوست وفلاش. وفي برضه شويه ميجز كده في الميد لين برضه بيلعبوا بجوست وفلاش. فرايت مش عايزه كميه الموبيلتي الكبيره دي تكون في اللعبه. فبدل ما كانت الكول داون بتاعت الجوست 210 ثانيه هتبقى 240 ثانيه. يعني في فرق 30 ثانيه. 30 ثانيه دول مش هيفشخوا الجوست بس بيفتحوا المجال ان الاي دي سيهات تبتدي تاخد في عين الاعتبار ان هم يرجعوا تاني يلعبوا بيه او حتى اكزوست وما ياخدوش على طول جوست فلاش. ونروح ونشوف التغييرات اللي هتحصل للايتم. واول ايتم هنتكلم عليها واللي هيحصل لها نيرف وهي كانت اقوى ايتم في الفتره اللي فاتت وهي كانت الاستاتيك واللي كان اي شامبيون ابيلتي باور بيلعب بيها وده نظرا لقوتها الرهيبه. يعني عندك شامبيون مثلا زي ليبلانك بتشتريها مجرد ما هي بتلبس الويف بتاخدها كلها بالكهرباء بتاعت الاستاتيك شيف وبتبتدي ان هي تنطلق في الماب. تطلع بقى المعلمه تساعد التيم بتاعها تجيب كلها تاخد اوبجكتيفز. المهم ان هي كانت بتعمل امباكت وتاثير كبير على الماب على الرغم ان الايتم موجهه للايديسيهات وفيها اتاك سبيد وكريت لان الابيلتي ريشيو بتاعها كان عالي. فبالتالي لما البلانك تشتريها مش هتسقط دامج والبرس بتاعها هيكون زي ما هو ويمكن يكون زياده شويتين وده نظرا للدبليو بتاعتها اللي بتعمل داش بيها وبتخليها تستاك الاستاتيك شيف اسرع. فبتعرف تبروك او تشغل الاستاتيك شيف في التيم فايت اكتر من مره. رايت في الباتش ده اتدخلت وعملت نيرف الابيلتي باور ريشيو بتاعتها. فبدل ما كنت بتعمل 50% هتبقى بتعمل 35% بس. بالاضافه ان الاي بي ريشيو اللي انت بتعمله مش هيدمج المينيون وبكده مهما شلت ابيلتي باور الدمج اللي انت بتعمله على المينيون مش هيزيد. وبكده اكيد مش هنشوف الاستاتيك شيف تتبني على ابيلتي باور شامبيونز تاني. الايتم اللي بعدها وهي الستورم بريزر والتغيير بتاعها كان تريكي شويتين. والرايت زودت فيه البيس دمج بتاع الايتم بس قللت الاتاك دمج ريشيو وشالت الاي بي ريشيو خالص. وده معناه ان الستورم بريزر الدمج بتاعها مش هيزيد كل ما انت اشتريت اتاك دمج. فبالتالي ممكن الايتم دي تكون اقوى في الايرلي والميد جيم بس هتقع شويتين ثلاثه في الليت جيم. وبالنسبه بقى للناس اللي بتسالني طب الاي بي ريشيو بتاعها عامل ازاي احب اقول لك ان الاي بي ريشيو بتاعها اتشال. وبالنسبه لاخر ايتم هتتغير معانا الباتش ده وهي الاسنس ريفر اللي هيتعامل معامله الستورم ريزر واللي هيعلو لك البيز دامج للشين افكت. فبدل ما كان 100% من البيز دامج بتاعك هيبقى 130% بس في المقابل الاي دي ريشيو يعني السكيلنج بتاع الاتاك دامج بتاعك هيقل. فبدل ما كان 40% هيبقى 25% بس. لو انت الشامبيون بتاعك البيز اي دي بتاعه عالي يعني بتلعب بشامبيون بروزر مثلا هتستفيد بالتغيير ده. بس لو انت الشامبيون بيستاك اتاك دامج كتير يعني بتشيل ايتمز اتاك دامج كتير يعني ميد ليدر او اي دي سي هتبتدي الايتم دي تسقط دامج معاه. يعني على سبيل المثال لو كنت بتلعب بفيورا الايتم دي هتديك دامج اكتر بس لو كنت بتلعب بشامبيون زي دريفن وفين هتبتدي تحس بان الايتم بقت اضعف عن قبل كده. خلصنا الايتمز نروح بقى لتغييرات الشامبيون. بس قبل ما نبتدي فيها انا عايز اقول لك ان انا بستريم كل يوم الساعه 9 بالليل على تويتش. يا ريت تروح وتعمل لي فولو هناك لان صدقني لو ما عملتش فولو هينزل معاك اربعه فيدرز في اول جيم رانكت هتخشه. سيبك دلوقتي بتفكر وبتقول الكلام ده هاري بس هل انت عايز تاخد الريسك ده؟ انا عن نفسي ما اظنش. فالقرار يا باشا يرجع لك انت. نروح بقى لتغييرات الشامبيونز او الشامبيون اللي هنتكلم عليه وهي اني كل الكيو بتاعتها البيس اتاك دامج بتاعها هيقل والاي بي ريشيو بتاعها برضه هيقل. فبالتالي الكيو بتاعتها هتعمل دامج اقل في كل مراحل الجيم سواء ايرلي او ليت. نيكست عندنا نيكو اللي فشخ الواقع دلوقتي في اللعبه واللي هنشوف نرف قوي جدا جاي لها. اول حاجه الكيو بدل ما كان الكول داون بتاعها بتبقى 7 ثواني في كل مراحل الجيم اصبحت دلوقتي في الايرلي جيم بتبتدي معاك الكول داون 9 وكل ما تحط بوينت في الكيو هتبتدي تقل معاك لحد ما توصل ل 7. دبليو برضه هتتنرف والبيس اتاك دامج بتاعها هيقل يعني كل ثالث ضربه انت بتضربها هيكون الدامج بتاعها اقل. الالتيميت بتاعتها اللي كانت بتخليها فشيخه برضه حصل لها نرف والنرف بتاعها كبير شويتين. دلوقتي وانت بتلعب قدام نيكو وضربتك بالالتيميت انت مش هتشوف الالتيميت بتاعتها غير وانت طاير في الهواء. مش هتلحق تير اكت تتفلش تعمل اي حاجه خالص. انت هتشوف الالتيميت بتاعتها وهي ضرباك بيها. فدلوقتي هم غيروا الموضوع ده لما تيجي تضرب الالتيميت انت هتشوف بدايه الالتيميت بتاعتها. فبالتالي هيكون عندك فرصه ان انت تير اكت سواء بقى تفلش تضرب داش تنط بعيد تعمل اي حاجه عشان تهرب من الالتيميت بتاعتها. وده نرف كبير جدا هيخلي في فرصه لاي حد بيلعب قدام نيكو ان هو يهرب من الالتيميت بتاعتها على عكس قبل كده. والتغيير ده هيقلل من قوه نيكو بصوره ملحوظه. نروح بقى لتغييرات الجنجلرز واول جنجل هنتكلم عليه وهو ريكسار اللي كان فاشخ الدنيا في الميتا في الوقت الحالي. شامبيون تانكي جدا ما بيموتش وفي نفس الوقت بيوان شوت اي حد. فبالتالي كانت رايت لازم تعمل له نيرف والنرف جاي له عشان يضعفه في الايرلي جيم. فانت هتخش الجيم بدل ما كان الاتاك دامج بتاعك 61 هتخش الاتاك دامج بتاعك 58. برضه الهيلث اللي انت هتخش بيه الجيم بدل ما كان 640 هتخش بس ب 600. فبالتالي سرعه الكيل بتاعك هتقل في الجنجل لان الدمج بتاعك هيكون اقل وفي نفس الوقت الاتش بي بتاعك هيكون اقل عن قبل كده ب 40 وده بالتاكيد هيفرق معاك في الفايتات بتاعه الايرلي جيم. سواء بقى انت كنت بتتخانق مع الانمي جنجلر على سكات الكراب او انت رايح بتجري تبتدي تلاحظ تاثير النيرف. الجنجلر اللي بعده اللي هياخد نيرف وهي فاي واللي هنشوف ان الشيلد اللي هي بتاخده من الباسف قوته هتكون اقل
عن قبل كده، فبدل ما كان 13% من الاتش بي بتاعك هيبقى 10% بس. وبرضه عملوا لها نيرف في الالتيميت بتاعتها، وطبعا عارفين ان الفاي عباره عن زرار الالتيميت عامله زي مظهر في الجنجل وبتعتمد تماما على الالتيميت بتاعتها. فهنشوف ان الكول داون بتاعت الالتيميت بتاعتها هيزيد 20 ثانيه في الايرلي جيم و10 ثواني في الليت جيم. هي اي نعم النيرف اللي اتعمل للالتيميت مش هتحس قوي بيه في الليت جيم، لان بيكون انت شاري كول داون ريدكشن كتير، وال10 ثواني دول الزياده هيكونوا مثلا 5 ثواني في الاخر ولا حاجه، مش هيفرقوا معاك قوي. بس الفرق هيكون نيرف الشيلد بتاع الباسيف انت هتبتدي تحس بيه في الليت جيم، مش هتحس بيه في الايرلي خالص. انت هتحس بيه في الايرلي هو تغيير الاكس. عندها نيرف معمول لوكونج في الجنجل، على الرغم ان وكونج في الجنجل دلوقتي شامبيون مفشوخ في السولو كيو، الا ان هو قوي في البرو بلاي. عملوا له نيرف الاي بتاعته، دلوقتي الدمج اللي انت بتعمله بالاي على وحوش الجنجل لما كان قوته 120% هيبقى قوته 100%، يعني هيعمل دمج اقل على وحوش الجنجل ومش هيعرف يخلص الجنجل بسرعه. عندنا بعد كده نيرف واحد من الجنجلرز اللي فاشخين الميتا في الوقت الحالي، وهو كندر، واللي هنشوف ان البيز ارمور بتاعه يعني الارمور اللي هو بيخش بيه اللعبه هيقل، بدل ما كان 29 هيبقى 26، وبرده الهيس اللي هو بيخش بيه اللعبه بدل ما كان 610 هيبقى 580. وبالنرف ده مع ان الارمور والاتش بي بتاعك اللي انت داخل بيه الجيم هيكون قليل، بس انت لو بتعرف مش هتاخد دمج كبير من وحوش الجنجل، والنرف ده مش هيفرق معاك وانت بتفرم، بس هيفرق معاك وانت رايح تاخد المارك بتاعك. لو لقيت الجنجلر اللي قدامك في وشك الموضوع مش هيبقى ظريف، لان معظم الشامبيونز في الايرلي جيم حتى لو كانوا ابيلتي باور شامبيونز هما بيعملوا فيزيكال دامج عالي، لان هما بيستخدموا اوتو اتاك، فبالتالي انت هتكون عرضه للموت لو ما عرفتش تقايد كويس وتدوج سكيلاتهم. نيكست بقى عندنا ايفورد اللي كان بيتلعب فوق ابيلتي باور وكان بيفشخ التاني، فهنلاقي ان رايت عملت له نيرف في الدبليو بتاعته، فدلوقتي الدبليو الاون هيت افكت اللي انت بتعمله بالدبليو لما تقف جواها تضرب اوتو اتاك، البيس دامج بتاعها هيقل، وبرده الاي بي ريشيو بتاعها هيقل. برده الار بتاعتك دايزي السلام دامج اللي هي بتعمله لما بتنزل هيقل معاك 20 في كل مراحل الجيم، وبرده سرعه حركه المعلمه دايزي هيقل معاك برده في كل مراحل الجيم، يعني دايزي هتبقى ابطا عن قبل كده والدمج اللي هي بتعمله هيكون اقل لما بتنزل. وبالتالي معلم ايفرن بدل ما كان بيشتري ابيتي باور دلوقتي هيرجع تاني زي الكلب يشتري ايتم سبورت. نيكس عندنا الشامبيون اللي بقاله كتير بعيد عن الميتا ومحدش بيشوفه، هو ليسن. هو اينا محدش بيشوفه ولا هو بيشوف حد، بس كان لازم يتعمل له، والبف جاي له في الكيو بتاعته، واللي دلوقتي البونص اي دي بتاعها هيزيد، بدل ما كان 110 هيبقى 115%. يعني انت من الاخر كل ما تشتري ايتم اتاك دامج الكيو بتاعتك هتطلع دمج اكتر، ومش هتحس بفرق الدمج ده في اللي هتبتدي تحس بيه في الميد وفي الليجي. وبرده عندنا نيدالي اللي هتاخد معانا بف في الموفمنت سبيد، فهنشوف ان هي هتاخد 5 موفمنت سبيد زياده، على الرغم ان انت شايف ال 5 موفمنت سبيد دي حاجه قليله، بس هي ممكن توفر لها ثانيه او ثانيتين تعرف توصل بيها للمكان اللي هي عايزه توصل له وتغير من مجرى الجيم كله. وبكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا بقى من تغييرات الجنجل، ونعرف ننطلق ونشوف تغييرات الاديسيات. وعندنا اول اديسي هيتغير وهو افيليوس، واللي كان بيتلعب كتير جدا سواء في السولو كيو او في البرو بلاي، واللي هنشوف ان رايت دلوقتي عملته نيرف، والنيرف جاي له في السلاح الجرافيتي. انا مش عارف انا بقوله صح ولا غلط، بس هو السلاح البنفسجي اللي كل ما تضرب بيه بيعمل سلو للعدو اللي قدامك، كل ما بتدوس على كيو بتعمله، فدلوقتي كل ما تضرب اوتو اتاك السلو اللي انت بتعمله بالسلاح هيقل، فبدل ما كنت بتعمل سلو لمده 3 ثواني ونص هيبقى معاك ثانيتين ونص. برضه عندك سلاح السيفريوم واللي هو السلاح الاحمر، معلش انا اكيد بنطق اسلحه غلط، انا متاكد يكون اسمه السيفرم سيفرم سيفرم. المهم يعني السلاح الاحمر ده اللي احنا هنسميه السلاح الاحمر، السلاح الاحمر ده الهيل اللي انت بتعمله بيه هيقل سواء وانت بتضرب اوتو اتاك او انت مستخدم الابيلتي، وبرده الاتاك سبيد بتاعته التوتال بتاعته برضه هتقل، وبالتالي افيليوس اكيد هيسقط من الميتا ومش هيتلعب على طول زي ما كان بيتلعب في الفتره اللي فاتت. نيكست عندنا فاروس الشامبيون ابيلتي باور البروكن جدا، انا شايف واحد من اقوى واكثر الشامبيونز البرين ديد في اللعبه، يعني شامبيون اشتري شويه ابيلتي باور يفجرك انت وانت فول تانك وشاري 6000 اتش بي في ضربه واحده، اديني عقلك ضربه واحده، طب اضربنا شويه يا عم حلل الاتش بي اللي شاريه، اشاري اتش بي وعبي اتش بي تيجي تفجرنا بضربه واحده، وعملوا هي نيرف للاي بي فاروس، فهيخلوا دمج الاي بي بتاع الفرقعه الدبليو هيقل، يعني كل ما تشتري اي بي الدمج بتاع الفرقعه اللي انت بتعمله ده هيقل عن قبل كده، فمش هتعرف تاخد اي حد وان شوت بسهوله، عشان ما يفشخوش الشامبيون فهم هيزودوا لك الاون هيت دمج بتاع الدبليو، فالاي بي ريشيو بتاع الدبليو بتاعك هيزيد بدل ما كان 30% هيزيد ويبقى 35%، يعني بيشجعوك ان انت تلعب ببدايه الريج بلاي. بالمناسبه الكليبات اللي انت شايفها قدامك دي جايه من الديسكورد بتاعنا، لو عايز تبعت لي كليبات زي كده خش سيرفر الديسكورد اللي هتلاقيه تحت، اعمل لي لايك للفيديو بالمره وانت نازل، وحط كليباتك الصايعه عندنا في صفحه اسمها الهايلايت. ونروح بقى لاخر شامبيون هيتغير معانا وهي ريل، واللي كان بروكن جدا في السبورت الفتره اللي فاتت، فرايت لازم كانت تشوف لها حل. اول حاجه الستاتس بتاعتها هيتعمل لها، اول حاجه الهيلث ريجنريشن بتاعها مش هيكون بنفس قوه قبل كده، فلما هتاخد دمج مش هتقيله بنفس السرعه، تاني حاجه الماجيك ريزيست بتاعك اللي انت داخل بيه الجيم هيبقى قليل، كل ما هتلفل الماجيك ريزيست اللي انت بتاخده كل ليفل مش هيكون بنفس القيمه اللي انت كنت بتاخدها عن قبل كده، يعني هتاخد ماجيك ريزيست اقل،
كيو بتاعتها هتاخد باف في الدمج، بس باف على ايه؟ على وحوش الجنجل بتاعتها، بتطلع دمج زياده على وحوش الجنجل في كل مراحل الجيم. اما بالنسبه للدبليو، فالشيء اللي انت بتاخده من الدبليو هيكون قيمته اقل، وبرضه الاتاك سبيد الزياده اللي انت بتاخده وانت ماشي على رجلك مش على الحصان هيكون اقل. فبالتالي هما بيحاولوا يضعفوا ريلي شويه لان هي قويه شويتين دلوقتي. طب كده يا معلم خلص الباتش، ما تنساش بقى تعمل لنا لايك وسبسكرايب لو عجبك الفيديو، ويا ريت تدوس على الفيديو اللي قدامك على الشاشه ده لان هيوديك للقناه الثانيه بتاعتنا، قناه دلتا اللي بننزل فيها جيم بلاي وحاجات غريبه كده.